بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، اليوم محاضرتنا لموضوع Unit Operation هو المحاضرة الخامسة في جزئها الأول. موضوع المحاضرة اللي هي Multi-Component Distillation. Multi-Component Distillation هنا أقصد به اللي هي الفيد الداخل إلى Distillation يتكون من أكثر من مادتين. كل المحاضرات السابقة اللي أخذناها هي عبارة عن Binary System، يعني الفيد يتكون من مادتين فقط. أما هذه المحاضرة هي للديستليشن اللي يتعامل مع الفيد الداخل إلى متكون من ثلاثة مواد فأكثر. هذه المواد تدعى بالكي كومبوننت. الكي كومبوننت عادة المواد اللي تتكون من عندها الفيد من ثلاث مواد إلى أكثر. راح نبدي نقسم هذه المواد إلى تسميات معينة. هذه راح نبدي بها التسميات وهي كالآتي. هنا عندنا بأنه في حالة اللي هي المادة اللي أنا أريد أفصلها من الأعلى والمادة اللي أريد أفصلها من الأسفل هي اللي تدعى بالكي كومبوننت. إذا الكي كومبوننت هو مصطلح يطلق على المواد التي المواد الرئيسية اللي تفصل من الأعلى، أو المادة الرئيسية التي تفصل من الأعلى والمادة الرئيسية التي تفصل من الأسفل. المادة التي تخرج من الديستليشن كالمعتاد هي المادة اللي تكون عالية التطاير مول فولاتايل كومبوننت، تكون واحدة من هاي التو كيز، وبالتالي يكون التركيز هذه المادة بالأعلى يكون عالي، فتدعى هذه المادة باللايت كي. كما موضح هنا، أما المادة اللي هي قليلة التطاير وتكون ثقيلة واللي تخرج من أسفل الجهاز تدعى بالهيفي كي. هاي المادة. أوكي، زين، المواد اللي هي غير أذن المادتين، غير اللايت كي والهيفي كي، تدعى بالنان كي. هذه هي المواد اللي تكون غير المادتين اللايت كي والهيفي كي. عادة هاي المواد النان كيز هاي تتوزع بين من وبين من؟ تتوزع عادة في الأعلى وفي الأسفل، يعني تخرج من الأعلى وتخرج من الأسفل. أكو حالات تصير عندنا عادة، أكو مواد تكون أكثر تطايرية من اللايت كي، تكون أكثر تطايرية من اللايت كي، يعني تخرج بصورة أكثر من أعلى جهاز، بس إحنا ما رايديها. هاي المواد اللي احنا ما نريدها بس تكون اعلى تطايرية من الكي كومبوننت اللي هو اللايت كي، فهاي المواد اللي احنا ما نريدها بس تكون تركيزها عالي ويخرج منها اعلى تدعى باللايت نان كي. هي خفيفة جدا بس احنا ما نريدها. اما المادة تكون اثقل من الثقيلة اللي تخرج من الاسفل، اثقل من الهيفي كي اللي احنا اعتبرناها هيفي كي، تكون اثقل من عدها وتخرج من اسفل الجهاز يدعى بالهيفي نان كي. هاي المواد كلها، اللي اخذناها اللايت كي والهيفي كي واللايت نان كي والهيفي نان كي، كل هاي احنا اخذناها. بالاضافة اكو بعض مواد تكون مادة او مادتين تكون بين اللايت كي والهيفي كي، شنو هاي المواد؟ ايش تدعى؟ تدعى بالانترميديت كيز او ديستريبيوتد كيز. هاي مادتين، او العفو، هذا المصطلح هو يطلق على المواد اللي تكون محصورة بين اللايت كي والهيفي كي. اذا معناتها عندي اني خمس مجاميع اقدر او تظهر في بعض الاحيان عندما يكون الفيد متكون من عدة مركبات، مو اثنين وانما عدة مركبات، اثنين ثلاثة فما فوق، بس هي يعني مو كلها شرط تظهر لنا بنفس السيستم. الخمسة هي شنو عندنا؟ اول واحدة هي اللايت كي، تكون هي اللي هي المادة الخفيفة اللي انا اريدها اللي تطلع من الجهاز من اعلى الجهاز. عندنا الهيفي كي هو هي المادة الثقيلة ايضا اللي انا اريدها وتظهر من اسفل الجهاز.
عندنا المادة الأخف من الخفيفة تكون أخف من عندها تطاير، تكون أعلى من المادة اللايتي هي تدعى باللايت نانكي، وعندنا مادة أثقل من المادة الثقيلة اللي أنا أريدها تظهر من أسفل الجهاز تدعى بالهيفي نانكي، وأما المواد المتبقية بين اللايت كي والهيفي كي تدعى بالإنترميديت كيز أو ديستريبيوشن كيز. طلاب هنا راح ناخذ اكزامبل، راح نشوف الظاهره راح تحدث بالديستليشن في حاله اذا استخدمنا مالتي كومبوننت سيستم، وشلون نقسم المواد حسب التقسيمات اللي عرفناها وايجاد المتغيرات المطلوب ايجادها. هنا it is required to separate a standard quaternary mixture، يقصد به هنا نفصل فيد متكون من أربعة مواد. شنو هاي المواد؟ أول مادة هي البروبان، نسبة البروبان بالفيد 0.06، وعندنا نورمال بيوتان نسبة 0.33، وعندنا نورمال بنتان نسبة 0.45، ونورمال هكسان نسبة 0.16. كل هذه النسب لأربعة مواد، وين موجودة؟ نسبة كل مادة بالخليط الداخل للديستليشن كخليط الفيد الداخل at a rate of 1000 kmol per hour. إذا الريت اللي معطينا إياه هنا الألف هو معناتها قيمة الفيد الف، the total pressure 1 atmosphere، the reflux ratio قيمة الار معطينا إياها قيمتها 3. It is desired to recover 99% of the butane. البيوتان هنا يا طلاب من ألاحظة حسب تسلسل المواد اللي طعنا إياها البيوتان هو ثاني واحد. البيوتان هو ثاني واحد. إذا أكو قبل واحد اللي هو البروبان. انتبه هنا. هذا التسلسل دائما اللي يعطينا يا طلاب المواد اللي بالبداية اللي يعطينا إياها تسلسلها هي التسلسل ثابت. نبني معلوماتنا على هذا التسلسل. أشوف بأنه دي يقول لي 99% اللي راح يطلع من أعلى الجهاز، 99% راح يطلع من أعلى الجهاز للبيوتان هي المادة الثانية. إذا هذا هو منو البيوتان؟ البيوتان هو اللايت كي. البيوتان اللي يطلع هو اللايت كي. بس البيوتان اكو قبله مادة اللي هي البروبان، اذا البروبان هي شنية؟ هي اللايت نانكي، هي مادة اخف من البيوتان. البروبان هي مادة اخف من البيوتان بس طالعة، بس هي قبلها، بس ما رايده هو المطينة نسبتها 99% هي البيوتان، وبالتالي البيوتان هو المطينة قيمته هو اللايت كي، والبروبان اللي ما مطينا قيمته بس هو أخف من عنده هو اللايت نانكي. فيقول 99% of the butane in the distillate بالأعلى. And 99% ونص المطينا إياها هنا of منو of بنتان، المطينا إياها of شنو of بنتان. هذا البنتان المطينة 99% in the bottom of the in the bottom. هذا هو بالبطن. إذا معناتها ال 99.5 للبنتان هذا حيطلع من الأسفل. من أباوع البنتان حسب التسلسل المطينة بالبداية السؤال normal بنتان، هذا النورمال بنتان هنا هو المادة الثالثة، وراها راح تجي مادة اللي هي نورمال هكسان. هو بالسؤال ايش يقول لنا؟ النورمال بنتان اللي هو 99% اللي يطلع من الأسفل هو الثقيل، بس يجي وراء مادة اللخ اللي هي نورمال هكسان راح تجي معناتها أثقل من عنده. إذا النورمال بنتان المطينة 99.5 هو شنو؟ هو هيفي كي، والمادة اللي بعدها اللي هي نورمال هكسان هو heavy non-key. اوكي طلاب، هذا عرفنا هسه تسلسل المواد. هذا هو تسلسل المواد. شو اسوي هسه؟
وراها راح اشوف اللي مطلوب من عندنا. فرع A, the flow rate and composition of the distillate and the bottom. يعني يريد the flow rate يحصل به قيمة distilled, قيمة D اللي موجود هنا, قيمة D وقيمة W. D احنا نعرفه يطلع من الأعلى كdistillate, والW هو الويست المتبقي يطلع من أسفل الجهاز, هذا كflow rate. الكومبوزيشن هنا أقصد بها اللي هي نسبة المواد الأربعة اللي دخلت, راح تطلع أربعة من الأعلى وتطلع أربعة من الأسفل. يريد الكومبوزيشن شقد راح تطلع هذه المواد الأربعة كل فلوريت اللي هو من الأعلى ومن الأسفل. المطلوب الثاني the condensation rate and the boil up rate, يريد معدل التكثف ومعدل الغليان. التكثف يحدث وين؟ بالكوندنسر, والبويل اب يحدث بالريبويلر. If ال R assumed to be at bubble point, R assumed to be bubble point. حسب هذا الرسم اللي دي نشوفه قدامنا, كل المعطيات أشرنا عليها, كل المعطيات ضفناها خليناها على الرسم, وبين عندنا احنا شنو نريده. هذا هو الرسم اللي هو قدامكم. نخلي كل الأربع مواد اللي دخلت والكومبوزيشن مالته نخليها, بالإضافة لفلوريت الاف أيضا أخليه, أخلي الدي هو مجهول دايريده, أخلي الدبليو مجهول دايريده, وأخلي قيمة الاكس لكل مادة بالأعلى وقيمة الاكس بكل مادة بالأسفل. ألاحظ الاكس اللي أنا وجدتها بما أنه عن العفو أنا كتبتها, بما أنه أنا كم مادة عندي أربعة, فشكتب أكتب اكس واحد دي, اقصد بها اكس المول فراكشن للماده الاولى بالديستريت, اكس 2 دي المول فراكشن للماده الثانيه بالديستريت, اكس 3 دي واكس 4 دي. بالنسبه للاسفل اكس 1 دبليو معناتها الماده الاولى بالاسفل, اكس 2 دبليو, اكس 3 دبليو واكس 4 دبليو. هسه تشوفون اكو يم ال اكس 4 دي, يم ال اكس 4 دي تشوفون اكو قيمه صفر, ويم ال اكس 1 دبليو اكو قيمه صفر. هاي شخصت بيها هسه, هاي فرضتها بس بالحال فرضتها, بس هسه راح اشرحها لانه راح اقلب الصفحه وبعد ما اشوفها. بما انه الماده الرابعه كلش ثقيلة اللي هي النورمال هكسان كلش ثقيلة, راح يفرض بأنه المادة الرابعة ما راح تطلع بالأعلى لأنه هي مادة كلش ثقيلة. والدليل شوفوا المادة الثالثة إيش قد نسبتها طالعة بالأسفل, 99.5. هاي المادة الثالثة, المادة الثالثة طالعة بالأسفل نسبتها 99.5, وبالتالي هنا جاي يقول لنا أو إيش نقدر نستنتج بأنه إذا هي المادة الثالثة 99.5 طالعة بالأسفل, معناتها المادة الرابعة راح تطلع 100% بالأسفل تقريبا, معناتها ولا كنسبة مول فراكشن بالأعلى راح تطلع كلش قليلة, فيفرض بأنه المادة الرابعة بالأعلى قيمتها شنو؟ صفر. نفس الحالة بالنسبة للمادة الأولى, المادة الأولى هي البروبان بس هو ما حكي عليها, حكي على المادة الثانية اللي هي نورمال بنتان. النورمال بنتان حسب ما قال لنا هنا قايل النورمال بنتان راح تطلع بالأعلى قيمتها شقد طالعة بالأعلى؟ النورمال بنتان قيمتها طالعة 99%, طالعة قيمتها 99%. هاي المادة الثانية طلعت نسبتها 99%, لعد المادة الأولى اللي هي أخف من عندها اللايت هيفي كيم معناتها راح تطلع تقريبا حدود 100. فالمادة الأولى اللي هي راح تطلع كلها بالأعلى معناتها راح يعتبر بأنه المادة الأولى ما راح يطلع شيء من عندها بالأسفل واعتبرها شنو؟ صفر. تقريبا عرف مادتين, مادة بالأعلى ومادة بالأسفل, عرف المول فراكشن مالتها. هذا يساعدنا على الحل مالتنا على مود يقللنا من المجاهيل, يعني احنا أنا حسب المجاهيل أنا عندي هسه 8 مجاهيل. شنو يعني 8؟ عندي دي رقم 1, عندي W رقم 2, عندي 3 بالأعلى صارت 5,
وعندي 3 بالأسفل صار 8. هاي 8 مجاهيل أنا لازم أوجد قيمها. فرح نبدي نشوف شلون رح يبدي يحل إيجاد هاي القيم المجهولة. هنا نلاحظ مثل ما قلنا هذا الحال بأنه عندي 8 قيم مجهولة، عندي دي 1، عندي W، عندي اكس 1، اكس 2، اكس 1 دي، اكس 2 دي، اكس 3 دي. هنا اكو طلاب خطأ، اكس 2 W هذا، اكس 2 W هذا، اكس 3 W، اكس 4 W، اكس 2 W و اكس 3 W و اكس 4 W. هاي المجاهيل طلاب، اكو خطأ صار هنا، هاي الموجود هسه قدامكم. اوكي، هنا حدد اللي هو عندنا المركبات. قال بانه اللايت كي هو النورمال بيوتان، الهيفي كي هو النورمال بنتان، عندنا اللايت نان كي هو البروبان، والهيفي نان كي هو النورمال هكسان. هاي مثل ما شرحناها من شرحت المنطوق. هسه راح يبدي شلون راح يوجد قيمها، شلون راح يوجد قيمها. راح ياخذ مركب حسب التسميات، يعني اول تسميه عنده هو منو لايت كي، راح ياخذ لللايت كي، راح يبدي يشتغل فور لايت كي. شو يقول لك هو اللايت كي شنو بي؟ يقول لك 99% اللايت كي راح يظهر من الاعلى من الماده اللي راح تدخل، من الماده اللي راح تدخل من ماده اللايت كي بالفيد راح تطلع من عندها 99%. زين هي شو قيمه هاي الماده اللي راح تدخل بالفيد؟ الماده راح تدخل بالفيد هي نسبتها بالفيد 0.33، نسبتها ايش قد؟ 0.33. اريد كميه معناتها 0.33 بايش اضربها؟ اضربها في الالف. فصار عندي بانه من اريد اوجد قيمتها الالف اضربها بايش؟ في 0.33. هذا هو عندنا اللي هو كمية المادة اللايت كي اللي هي البيوتان راح تدخل بالفيد. ايش قد راح تطلع من الاعلى؟ راح تطلع قيمة نسبتها 0.99. اذا معناتها العفو اذا اضرب كمية المادة بالفيد اللي هي 0.33 في الف، اضربها في نسبة التقطير اللي راح تطلع من الاعلى، ايش راح يظهر لي؟ راح يظهر لي هنا طلاب كمية تلك المادة بالاعلى. كمية تلك المادة بالاعلى. كميتها شنو هي؟ نسبتها في الكمية الكلية اللي راح تطلع. انا شلون اعرف كمية كل مادة موجودة بخليط؟ نسبة تلك المادة في الكمية الكلية. راح تطلع لي كمية تلك المادة. اذا عرفت اني اللايت كي شلون راح يطلع كميته بالاعلى اللي هي نسبته بالفيد في كميه الفيد في شقد دي يتقطر، طلعت دي اكس 2 دي، هذا اللايت كي. زين دي اكس 2 دي، اريد اطلع كميه اللايت كي بالاسفل شلون؟ شو اقول؟ اقول بما انه كميته بالفيد شو يساوي لنا؟ اللي هي الاف في شنو؟ زت 2. يعني شنو زت 2؟ يعني اللي هو الاف ايش قد؟ الاف شنو؟ هو الكميه الكليه في كميه نسبه الماده اللايت كي، في نسبه الماده اللايت كي ايش قد راح تطلع؟ معناته راح تطلع كميه الماده وين؟ كمية المادة بالفيد. شو يساوي لنا؟ شو يساوي لنا؟ يساوي لنا كميته اللي راح تطلع بالاعلى زائدا كميته راح تطلع بالاسفل. شنو الكميته راح تطلع بالاعلى؟ اللي هي دي بايش مضروبة؟ في اكس 2 دي زائدا كميته بالاسفل دبليو اكس 2 دبليو. هاي هي اللي راح اشتغلها.
فور اللايت كي. اني بما انه هذا عندي اللي هي كميه الماده بالفيد وهذا هسه طلعته بالخطوه الاولى، ايش راح يبقى لي؟ راح يبقى لي كميه الماده اللايت كي بالاسفل، فراح اطلع دبليو اكس 2 دبليو هي كميه الماده بالاسفل. فاذا طلعت كل المعطيات مال الماده اللايت كي، هسه شو اسوي؟ خلصت من اللايت كي راح ابدي بالهيفي كي، راح ابدي بالهيفي كي نفس الاسلوب اللي سويته باللايت كي راح اشتغله وين؟ بالهيفي كي. شوفوا كميه الماده، كميه الماده اللي هي بس هنا بالهيفي كي ابدي بالعكس. الهيفي كي انا اعرف بانه نسبه الهيفي كي راح يطلع من الاسفل 99.5، فاذا اشتغل شنو؟ اشتغل للمادة الهيفي كي تطلع من الاسفل. ايش قد كمية الهيفي كي بالفيد؟ اللي هي الف في 0.45، لان نسبة المادة الثقيلة بالفيد هي 0.45، من اضربها في الكلية الكمية الكلية راح تطلع كمية المادة مادة الهيفي كي اللي هي الف في 0.45، الف في 0.45 هاي. من اضربها في نسبة اللي راح تطلع من من الاسفل، فمعناته راح تطلع لي الكمية المادة مال هيفي كي وين راح يطلع؟ من الاسفل. هذا هو كمية المادة الهيفي كي اللي تطلع من الاسفل. زين، نفس الحالة اللي سوينا باللايت كي بانه الكمية الكلية، الكمية الكلية للمادة الهيفي كي بالفيد اذا انقصها ناقصا من الكميه اللي راح تطلع من الاسفل راح تظهر لي كميه الماده الثقيله وين؟ بالدستيليت، كميه الماده الثقيله بالدستيليت. وبالتالي ايضا راح اطلع من وين؟ راح اطلع دي اكس 3 دي ودي ال ودبليو اكس 3 دبليو للهيفي كي. هات خلصنا مادتين. زين، احنا كم مادة عندنا؟ احنا عندنا أربعة، بس اكو معطيات أخذ نعرفها. نجي للمادة الثالثة اللي تدعى باللايت نانكي. اللايت نانكي راح ياخذ اللي هي المادة الأولى مال البروبان. شو يقول باللايت نانكي؟ كتوتال. اللايت نانكي قيمتها بالفيد هو شنو؟ قيمتها بالفيد ايضا الفيد الكلي مضروب بايش؟ في نسبه تلك الماده. هذا راح يتقسم الفيد مثل ما قلنا دائما دائما لللايت كي لللايت للهيفي كي لللايت نان كي للهيفي نان كي. هي الفيد الداخل كميته يتقسم الى قسمين. القسم الاول يروح للاعلى اللي هو دي اكس حسب الماده دي، فعندنا اذا اشتغل باللايت نانكي معناتها الماده الاولى فدي اكس 1 دي زائدا كميه الماده الاولى بالاسفل دبليو اكس 1 دبليو. اوكي هاي عرفناها. نبدا نعوض ارقام ونشوف، راح نبدا نعوض ارقام ونشوف شنو الارقام عندنا. الاف زت في زت 1 عندي، الفيد الداخل الف في زت واحد اللي هي نسبة البروبان بالفيد موجودة عندنا أيضا معطيناها بالسؤال. شو يساوي لنا؟ دي اكس واحد دي أنا أريد أطلعه هسه، دي اكس واحد دي أنا أريد أطلعه زائدا دبليو اكس واحد دبليو اللي هي كمية المادة اللايت نانكي اللي هي الخفيفة كلش وين؟ بالأسفل اللي هي دبليو اكس واحد دبليو. مثل ما موجود عرفنا بانه بما انه هي كلش خفيفه معناتها هي راح تطلع، راح نفرض بانه الماده كلها راح تطلع من الاعلى ما تطلع ولا كميه من الاسفل. اذا قيمه الدبليو اكس 1 دبليو اللي هي كميه الماده الخفيفه كلش بالاسفل قيمتها صفر، لان فرضنا كلها راح تطلع بالاعلى فالاسفل هو صفر، فمعناتها وجدنا قيمه الدي اكس 1 دي، وجدنا قيمه الدي اكس 1 دي. من اريد اجمعهم كلهن لتكوين
الكمية تدي هي شنية؟ كمية المادة الأولى dx واحد دي زائد كمية المادة الثانية زائد كمية المادة الثالثة زائد كمية المادة الرابعة. هاي كل الكميات dx واحد دي dx اثنين دي dx ثلاثة دي أنا طلعتها. dx أربعة دي اللي هي كمية المادة الثقيلة اللي هي heavy non-key اللي تطلع كلها من أسفل. هنا دي اكس 4 دي معناتها كمية المادة الثقيلة اللي طالعة بالأعلى. بما أنه الهافي نانكي هي مادة كل الثقيلة تطلع كلها بالأسفل، إذا كميتها بالأعلى هي صفر، فاعتبرها خلى قيمتها شنو؟ خلى قيمتها صفر. بجمع أذن الكميات راح يطلع لي قيمة الدي، راح يطلع قيمة الدي. نكمل حل. من طلعنا هنا طلاب قيمة الدي وأنا عندي قيمة الاف، أسوي توتال ماتيريال بالانس، شو أقدر أطلع؟ أطلع قيمة الدبليو، فطلعت قيمة الدبليو. إذا هذا حلنا، وجدنا الدي وجدنا الدبليو، بالإضافة إلى هي فالطريقة غير مباشرة وجدنا الاكس اللي موجود من الأعلى لكل مادة، الاكس الموجودة بالأعلى لكل مادة. شلون؟ أنا إيش طلعت هسه؟ مو طلعت قيمة الدي طلاب، إيش طلعنا؟ طلعنا دي، العفو، دي إكس لنفرض 2 دي، مو طلعنا قيمتها؟ لنفرض قيمتها بالضبط، ما حافظها يعني قيمتها، أي قيمة؟ هاي انا طلعتها قيمتها هسه من الماتيريال بالانس الكومبوننت، اوكي دي في اكس 2 دي، هنا اقصد بيها الدي اللي موجوده هنا ويا الاكس، هاي سبسكريبت طلاب، يعني اشاره بانه هاي الاكس 2 دي وين موجوده؟ موجوده بالديستيليت، موجوده بالديستيليت، وبالتالي لايجاد قيمة أنا أريد هذا بوحدة، لإيجاد قيمة هذا بوحدة، هذا أنا طلعته هسه، وهذا عندي أقسم اللي هذا عندي طلعته من الماتيريال بالانس أقسمه على الدي، راح يطلع لي نسبة المادة الثانية بالديستليت، ونفس الحالة، هذيك الساعة أنا مو طلعت إكس دي، دي اكس 3 دي يساوي قيمة طلعناها، اوكي، وانا هذا عندي من اقسم الناتج على الدي، وش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي اكس 3 دي اللي هي نسبة المادة، نسبة المادة الثالثة للديستليت. وهكذا فوجدنا حسب هذا الجدول نسب المادة وين؟ بالديستليت. نفس الحالة طلاب، هنا نوجدها نسب المادة بالويست، بس قبلها أنا أعرف النسبة الأولى فقط وأعرف النسبة الثانية والثالثة، هاي بعدني ما عرفتها، هاي هسه شلون تنعرف؟ تقدرون كل نسبة، كل نسبة أذني النسب أي مادة المول فراكشن أريد أجمعها، أي مادة من أجمعها شو يطلع لقيمتها؟ واحد. فنسبة كل واحد كل مادة من أجمعها بالخليط هي تطلع قيمتها شنو؟ واحد. وبالتالي أنا من عندي قيمة الـ X واحد اللي هي صفر، قيمة الـ X 2 من طلعتها؟ طلعتها من قسمة الـ W X 2 W يساوي لنا قيمة أقسمها على الـ W يطلع فقط الـ X، طلعت X 2 وطلعت X 3 بالويست، بقالي اكس 4 من طلعه لانه هي الماده الهيفي نانكي. فشلون اطلعها طلاب؟ اطلعها بانه مجموع الاكس هو عباره عن يساوي لنا واحد. انا عندي اول 3 اكس اللي هي اكس 1 دبليو اكس 2 دبليو اكس 3 دبليو، راح اقدر اطلع قيمه الاكس 4 دبليو،
راح اقدر اطلع قيمة الاكس 4 دبليو. هاي اللي هنا هو سوى لكم اياها على شكل جدول، انا ودي ابين لكم القيم بشكل مرتب اكثر. هاي المطلوب الاول من السؤال. المطلوب الثاني من السؤال ايجاد قيمة شنو؟ ايجاد قيمة rate of condensation. rate of condensation اللي هو شخص بالrate of condensation وهو قيمة منو؟ ال L. rate of condensation هو قيمة ال L. إذا تتذكرون قيمة ال L شو يساوينا ال L؟ ال L يساوينا أو ال R شو يساوينا؟ R يساوينا كان شنو إذا تتذكرون ال R؟ الرفلكس ريشيو L over D. هذا هو اللي أخذناه بالبداية. إذا ال rate of condensation ال L شو يساوينا؟ R في D. ال R أني مطينيها بالسؤال والدي هسه وجدته، وجدت قيمة الكوندنسيشن، وجدت قيمة الكوندنسيشن اللي هو معدل تكثف. بعد ايش طالب من عندنا بالسؤال؟ طالب من عندنا البويل اب، طالب من عندنا البويل اب اللي هو خاص بالريبويلر. هذا البويل اب خاص بالريبويلر احنا كقوانين ما ماخذيها، بس العفو ماخذيها القوانين، بس هنا بما انه قال لنا الار ريفلكس ريشيو ات بابل بوينت، at bubble point هذه يفيدنا خاصية. at bubble point معناتها ال vaporization rate يعني ال V dash ال V شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ال L. هاي معناتها أنا أقدر أستفاد من عندها بأنه ال L أنا طلعته هنا، هذا ال L معناته هو نفسه من هو قيمة ال V، فإذا ال L هو نفسها قيمة ال V. ماكو داعي احسبها حسب القانون اللي ماخذيه سابقا. وبالتالي احنا طلاب نهينا الجزء الاول من المحاضره الخامسه لموضوع الديستليشن. املين ان تكونوا قد استفادتم من المعلومات والشرح المبسط الموجود في هذه المحاضره، وشكرا جزيلا.